السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الجبن الاسطنبولي بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده من غير منفحة خالص. تعرفوا كل التفاصيل وكمان طريقة التخزين بتاعتها وهتطلع معاكم احلى قطعة جبنة هتعملوها. اتمنى تكمل الفيديو للاخر وتعالوا مع بعض كده بسرعة نشوف الطريقة. في البداية كده هنا معايا كيلو من اللبن. اللبن ده انا جايباه من عند اللبان او تجيبيه من مكان يكون موثوق فيه. ساعات اللبن كده بيكون فيه شوائب ممكن تعديه على قطعة شاش اطلع لك اي شوائب موجودة كمان فيه. جبت الحلة بتاعتي كده هنا وابتديت ان انا اصفي اللبن بتاعي بالشكل دوت كده. وطبعا كل ما كان اللبن بتاعك بخير هتاخدي نتيجة ممتازة ان هو بيطلع كده كمية قشطة حلوة. هتاخدي كمان قطعة جبنة كده تكون مزبدة وتكون دسمة وطعمها حلو قوي. الخطوة المهمة بقى ان انا اخلي اللبن بتاعي دوت يحقق درجة حرارة هنا 45 درجة. طبعا كلنا ما عندناش هنا الترمومتر الخاص بالطعام، فانا هرفعه على النار وهبتدي ان انا ادفيه. انا مش عايزاه يغلي ولا يسخن، انا عايزاه بس مجرد ان هو يدفى. طبعا اللي هيسال هنا لبن اللبن بتاع الجبنه انا عايزه اغليه، اقول لك الخطوه دي ما تنفعش. هنا البكتيريا الضاره اللي بتبقى موجوده في اللبن بتتحول لبكتيريا نافع، فبالتالي ما بيبقاش مضر. فاحنا نرفعه على النار زي ما انتم شايفين كده وابتدي ان انا اقلبه. هخليه بس يدفى، معلش تقدري تحطي كده صباعك فيه، اول ما تلاقيه ان هو بقى دافي بترفعي على طول الحله بتاعتك من على النور، لان احنا عايزينه مجرد بس يكون هنا يكون دافي. بعد كده هنا الخطوه المهمه بقى ان انا بجيب معلقتين من الزبادي او ربع كوبايه من الزبادي. الزبادي هنا بقى بتعوض لك الكالسيوم اللي بتفقده هنا الجبنه في الشرش اللي بينزل كمان هنا منها، وكمان احنا مش مستخدمين هنا منفحه، فالزبادي هنا بتساعد في عملية التجبن كمان وبتخلي لك الجبنة ممتازة ودسمة. بضيف عليها كمان هنا كوباية من اللبن، من نفس اللبن اللي احنا لسه مدفينه، بضربهم في الكبة كويس بحيث ان هما ينعموا كده. وبعد كده هنا بروح مقلباهم بقى مع اللبن. في الوقت ده لازم تكوني بقى عندي دلوقتي مشغلة الفرن يسخن كويس وتقفليه. بتقلبي اللبن بتاعك كويس وتغطيه وتفردي كده قطعة قماش في الفرن بتاعك، يعني تحطي كده على الشبكة تفردي عليها قطعة قماش نظيفة، تحطي عليها حلة اللبن وكمان تغطيها كده بقطعة قماش نظيفة. لو في فصل الصيف ما بتقعدش معاكي وقت طويل، في فصل الشتاء ممكن تقعد معاكي لتاني يوم. أما عندي هنا الفلفل بتاعي، فعندي هنا 2 من الفلفل الحار وثلاث وحيات كده من الفلفل الرومي. لو حباها يكون فلفل شطة تخليهم فلفل يكون حرق. عندي هنا قطعت الفلفل بتاعي بقى لقطع صغيرة بالشكل دوت كده وضفت عليه معلقتين من الملح. الملح هنا يساعد ان الفلفل بتاعي يدبل وينزل كمان المية بتاعته، لان انا مش عايزة المية بتاعت الفلفل تنزل عندي في الجبنة هتمررها وكمان مش هتعيش معاكي اطول فترة ممكنة، فهو لازم يصفي ميته وبعد كده بنضيفه على الجبنة. بصوا بقى الجمال، احلى قطعة جبنة هتعملوها من غير منفحة خالص وتطلع معاكم ممتازة. نسخن الفرن كويس، افرد قطعة قماش كده في الفرن بتاعي على الشبكة، احط الحلة بتاعتي واغطيها كمان بقطعة قماش. طبعا احنا في فصل الصيف، انا عملتها من الساعة 12 الظهر قعدت معايا لحد الساعة 8 المغرب وكانت زي ما انتوا شايفة كده، انما لو في فصل الشتاء هتقعد معاكي لتاني يوم. ده افضل من ان انت تحطي الحلة على الرخامة بقى وتغطيها بقطع قماش كتير. فانا اسخن الفرن كويس وادخل فيه حلة اللبن، هتاخدوا النتيجة الممتازة دي. طبعا هنا بس ما سخنهوش قوي 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 عشان الجبنه بتاعتي كمان ما تبص، يعني اخليه كده يسخن كويس بس بدرجه حراره كويسه. وادخل عندي كده حله اللبن بتاعتي، هتطلع معاكم احلى قطعه جبنه الله اكبر عليها، تحفه جدا. احضر بقى المصفه بتاعتي واجيب شاشه كده نظيفه بتكون مخصصه عندي كده للجبنه، وافضي بقى قطع الجبنه زي ما انتم شايفين اكننا مستخدمين منفحه بالظبط، وبفضيها كويس قوي بالشكل دوت كده. وهبتدي بقى ان انا اصفي الشرش بتاعها. في البدايه كده بتضغطي بس عليها كده ضغطه بسيطه كده بحيث ان انت تساعدي كمان ان الشرش ينزل. كمان هنا لكل كيلو من اللبن بتضيفي له معلقتين كبار من الملح. انا طبعا مستخدمه 2 كيلو لبن، اضيف 4 معالق كبار من الملح. ما تخافوش مش هيطلع ملحها عالي، هيطلع ملحها مظبوط. وكمان هي جبنه اسطنبولي تبقى نسبه الملح فيها كمان عالية شوية، ولكن زي ما قلت لكم هتطلع معاكم كمان مظبوطة. بقلبهم كويس بالشكل دوت كده، وبعد كده هنا بغطي بقى الجبنة بتاعتي بالشاشة بتاعتي كويس وعصرها كده انا كويس قوي بحيث ان انا كمان اساعد ان كمية الشرش كمان تنزل منها. مهم جدا اي كمية شرش تنزل من الجبنة ما ترميهاش خالص،
تشيليها، لان احنا لما نيجي نعمل الجبنة بتاعتنا هنضيف الشرش دوت على الجبنة. هنا بقى زي ما قلت لكم، بصوا اي كمية شرش بتحتفظوا بيها ما بترموهاش عندي خالص. الجبنة بتاعتي هنا بقى عندي بقى هنا الفلفل بتاعي بعد بقى ما دبل كده ونزل المية بتاعته، انا قطعته برضو من الساعة 12 الظهر وسبته بقى يصفي ميته كده براحته. وجبت الجبنة بتاعتي بقى بعد ما عصرتها كده شوية من الشرش، ضفت بقى عندي كده عليها الفلفل وخليت شوية كده احطهم عندي كده على الوش، هقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، هتقلبيهم كويس مع بعض. وزي ما قلت لكم لو حابه تعمليها فلفل حار بتستغني خالص عن الفلفل الرومي وتحطيه فلفل حار. وهضيف بقى انا بقيه الفلفل عندي كده على الوش، وهبتدي بقى ان انا اغطيها كويس بالشاشه واحط بقى التقل بتاعي عليه، اي تقل تحطيه المهم ان هي تصفي الميه او الشرش بتاعها كويس قوي. انا جبت عندي كده الطبق وحطيت كده كمان حلة كده صغيرة فيها شوية من المية وحطيتها عندي كده في التلاجة. طالما في فصل الصيف انا بحب ان انا احطها طبعا في التلاجة، لو في فصل الشتاء بتسيبيها عندك على الرخامة كده تصفي المية بتاعتها، واي كمية شرش تنزل تشيليها منها على طول. بصوا انا كده عملتها طبعا من السنين، قعدت معايا في حدود 3 ساعات كده تصفي المية، على حسب كمية اللبن اللي انت بتعمليها على حسب ما هتصفي معاكي الشرش. طبعا الطبق بتاعي هنا بقى كان كبير عليها شوية، ما كانش بيضغط عليها قوي لما كمان هنا هبطت الجبنة، فعملت جبت طبق صغير. بصوا بقى جمال كده، بعد بقى قطعة الجبنة بتاعتنا كده بصفى منها المية طبعا حطيتها عندي كده في الطبق، بصوا ما شاء الله عليها تحفة جدا. وطبعا الجبنة بتاخد شكل الطبق او شكل المصفى اللي انت حطاها، كانت مربعة او مدورة. بصوا انا بقطعها كده على الجمال، حاجة ما شاء الله عليها تحفة جدا. وكمان لما نيجي نصفيها ما تخلوهاش قوي تنشف من الشرش، تخلوها كده تكون قطعة جبنة مظبوطة زي ما هوريها لكم كده بالظبط، تطلع معاكي كده قطعة الجبنة كمان طرية، ما تكونش كمان هنا قاسية كده وتكون معاكي ناشفة. بصوا ما شاء الله عليها أحلى قطعة جبنة معمولة، امشوا بخطوات صح هتاخدوا نتيجة ممتازة. بصوا قطعة الجبنة بتاعتك متماسكة ازاي، ما شاء الله عليها تحفة جدا، حاجه كده في منتهى الجمال، وزي ما قلت لكم من غير ما الفحوا خالص وتاخدوا نتيجه ما شاء الله عليها تحفه. هجيب بقى عندي كده انا البرطمان اللي هبتدي بقى احط فيه الجبنه بتاعتي، احط فيه كيس كويس وافرده كده فيه، وكمان هنا هجيب عندي هنا فلفل يكون شطه كده يكون شويه عشان كمان يحافظ لي كمان على قطعه الجبنه. وهنا لازم زي ما انتوا شايفين كده تاخدوا الفلفل وتحطوه كده في البرطمان يكون من تحت، هنا زي ما قلت لكم هيحافظ على قطعه الجبنه وكمان ما تعملش بقى اي شوائب كده، وتطلع معاكم الجبنه بتاعتكم كمان تكون مظبوطه. وانا كمان فاتحه اكياس ثلاجه، مهم جدا نلف كل قطعه جبنه كده في اكياس ثلاجه. اولا هنا الشرش بيكون طبعا فيه نسبه ملح، فبالتالي هنا مش هتتهري كمان منك الجبنه في الشرش، كمان الشرش بيبقى فيه نسبه ملوحه، فهتطلع معاكي هنا قطعه جبنه مظبوطه طريه كده، وكمان هنا كمان تكون هنا ناعمه وحلوه قوي. الجبنه طبعا واحنا بنحطها كده في البرطمان نحاول كده ما بين كل قطعه وقطعه كده ما تكونش فيه فراغات كتير في الجبنه، تحطيهم كده يكونوا كمان مظبوطين جنب بعض. طبعا هنا بقى بعد ما نحط الجبنه بتاعتنا دي ونحط فيها الشرش، احنا مش هنفتح على البرطمان هنا لمده شهر، لازم تتخزن شهر، ولو اتخزنت اكتر من كده يعني قعدت معاكي 3 شهور شهرين هتاخدي احلى قطعه جبنه اسطنبولي بالفلفل طعمها تحفه جدا. فاحنا بعد ما بنخلص الجبنه كده هنخزنها لمده عندي شهر. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ما يكونش فيه فراغات ما بين كل قطعه والتانيه كده، وبحطهم في البرطمان كده ونصهم كمان يكون مظبوط، ومش مطلعنا كمان فتاتة كتير كده في الطبق وطلع معانا ما شاء الله حلو قوي. هجيب بقى بقية الفلفل الحار بقى بتاعنا دوت وابتدي كده احطه على وش الجبنة من فوق، وانا غليت الشرش بتاعي هنا عقنته وسبته يبرد تماما تماما تماما، حتى ما تحطهوش دافي تسيبيه يبرد، وبعد كده هنا بتحطيه عندك على الجبنة. اولا هنا ما عملكيش ريم ابيض، وكمان هنا يبقى متعقم كده وتطلع معاكي الجبنه بتاعتك مظبوط. لازم تغطي الجبنه دي تماما بالشرش، عشان كده انا قلت لك اي كميه شرش تنزل ما ترمياش، احتفظي على طول بيها. واحنا عقمنا كمان الشرش بتاعنا
هنضيفه كده على الجبنه، تفرغي الهواء من الكيس كويس جدا، تبرميه وتروحي رابطه الكيس وتسيبيها بقى في فصل الصيف. بحطها انا في التلاجة كده واخزنها واسيبها لمده شهر بعدين افتح عليها. في فصل الشتاء تحطيها على الرخامه، بس يكون مكان كده ما بيكونش فيه سخونه، وتسيبيها زي ما قلت لك لمده شهر وتفتحي عليها تاكلي اطعم واحلى قطعه جبنه. اتمنى بجد تجربوها، طعمها تحفه جدا. واتمنى كمان منكم هنا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكوا كل جديد من مطبخ مريم، وما تنسوش كمان هنا الشير.